Na zdrowie, albo chyba. Abu Heba любит приключения. Точно. طالما بنعملوا حساب كل حاجة أو فاهمين دماغ الناس أو كله بيطلع راضي ومبسوط يبقى تمام التمام وميت فل والمصلحة بتكفي نفسيها أو تكسب. Отлично. Отлично. Probably. Probably we're looking forward to expand our arms operations in Egypt. I know there are no official wars between countries, but they have demand more weaponry. We need to expand. You're not taking enough, Abu Haba. You've got to change the type of weapons you are taking from us. Why don't you ask for heavy artillery like cannons? لأن زبايني من الصعيد أو دول سلاحهم معروف آلي يا إما ناس تانية عاوزة تأمن نفسها أو دول برضك سلاحهم معروف لكن السلاح التقيل ما عنديش ليه زبون تجار مخدرات أو متطرفين ودول ملهمش أمان. You know your brother, Hakam, and his son, Khalaf, already took some heavy arms before. خلاص. خلي السلاح التقيل لكين وخليني انا في اللي بعرفه ساديس صبراني شوني كونشنس ساديس السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت اخلي بيع السلاح سهل قوي غير السنين اللي فاتت انت تتكلم عن نفسك بس مالكش دعوة بالسنين اللي فاتت انا الحقيقة يا جماعة مش قصدي اضايقكم خالص على الاطلاق بس الحقيقة برضو يا ابو هيبة ان انا في السنة اللي فاتت دي بعت 5 أضعاف اللي انت قدرت تبيعه يا ابو هيبة ومش عايز اضايقك برضو The arms market size in the Middle East. According to our statistics, in the past 10 years, it's around 70%. Egypt alone amounts 39. The statistics says that steady increase, but it's marginal and slow, especially when there are a lot of indications of more conflicts, and not only in Egypt. Whole the region by the separate notice. I don't want to see any weapon coming in from Libya, Sudan or Gaza. It kills our business. Это правильно. Но нам не надо забыть об опытом Абу Хеба. Честность и стабильность уровень оружия в мире. Да. Но Кин. Кин увеличил свои продажи от 10 до 30% в Египте. Кроме того, мы никогда не сможем завести тяжелую артиллерию через египетскую службу безопасности. Очевидно, нам нужны они оба, Абу Хаба и Кин. Так что, решено?
فدومه أبو هيبة أبو هيبة لو فاكر نفسك حاجة تبقى تعبان طلعت ولا نزلت مالكش عازة يا جامد هتشوف بكرة اللي ملوهش عازة ده هيعمل فيك إيه يا أبو هيبة حسابك كبير جواكين واني هحاسبك عليه كله على بعضيه صعب يا ابو هيبه صعب اصل انا ماليش ملكه يا ابو هيبه لا ليا عزوه خاف عليها ولا ليا ارض ولا ليا وطن لو فكر العزوه ملكه تبقى غلطان عزوه ابو هيبه هيبه هو انت ما عرفتش ان اخوك جاي لغايه عندي وعايز يشتغل معايا يا فرحتك بعزوتك يا ابو هيبه بقول لك ايه ما تسيب تجاره السلاح دي واشتغل في اي حاجه تانية اشتغل خطبه مثلا انا هوريك شغل الحريم اللي انت منيهم فرق بيني وبينك انك اعمى ما بتشوفش غير اللي معاه التمن لكن انا عندي قانوني الشمال ملوش قانون يا ابويا الشمال لو تساب هتولع هتولع ده كل ما تولع نشتغل اكتر يا ابويا تجاره تجاره يا ابويا والتجاره شطاره ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها بطل الوهم اللي انت فيه ده يا ابو هيبه اللي يبيع ما يخافش واللي بقول لك يا ابو هيبه انا لو منك تروح تعمل جمعيه خيريه كده تحل فيها مشاكل الصعب وانا لو منيك افتح سيرك ولم فيه تعابين ونسانيس واعمل بيهم نمره لسه مناخيرك فوق لسه فاكر ان انتوا ناس واحنا ناس عرب واحنا ملناش جذور مش كل القديم اثر يا فرصه ومش كل الجذور ليها نسب انا هقفل عليك وامنعك تغرقنا بشر اعمالك وانا هفضل وراك يا ابو هيبه لغايه لما احط في كل ايد سلاح اللي هتديله سلاح هاخده مني واضربك بيه بتحلم وعايز تنسى انك تاجر سلاح زي احلم ايوه لكن انسى لا اللي جرب الموت ما ينساش التعبان اللي لدغ واني ما بنساش اكين ما بنساش